ننتقل من حالة اللا استقرار بسبب انعدام الأمن كما يقول نشطاء إلى حالة الذعر الأمني التي تتسبب بها قوات حكومية، حيث أبلغ الصحفي حسن صباح محمد المرصد العراقي للحريات الصحفية أبلغهم أن قوة أمنية دهمت منزله في قضاء الزبير مساء الثلاثاء. وأضاف محمد للمرصد أن القوة دخلت إلى المنزل بقيادة النقيب نوار الدوسري الذي يعمل مديراً في البحث أو يعمل مديراً في مركز شرطة المطار، ودخل للبحث عنه عندما كان خارج المنزل أي الصحفي. وقامت القوات الحكومية بتفتيش المنزل ومن ثم غادرت دون أن تدلي بأي معلومات. I love you.